يبحث حمزة أبو عياش عن البوكيمون في مدينة رام الله مستخدما خدمة الواي فاي، كون إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدام الجيل الثالث من تكنولوجيا الاتصالات الـ3G. برضو إلها علاقة بحرية الوصول للمعلومة عنا، يعني محدش بيقدر يوصل لإيش مكان وقت ما بده، اللي فعليا صفت هلأ يعني حق مكتسب عند أي إنسان موجود على وجه الأرض حامل سمارت فون. إذا بتكون قريب من الجدار بيطلع لك بوكيمون بدك تصيده، كيف بدك تصيده؟ يعني بدك تاخذ تصريح عشان تلف وتخيل عاد ما أسهلها. يعتمد الواقع المعزز على إضافة عناصر افتراضية إلى عالم الواقع، وهنا في الأراضي الفلسطينية يصطدم العالم الافتراضي بصعوبة الواقع، حيث أن الحركة ليست حرة في الأراضي المحتلة والتكنولوجيا محاصرة أيضا، ولكن شعب فلسطين يستحدث البدائل ليستفيد من التطبيقات مثل المدن المزودة بخدمة الواي فاي. هناك محاولة لإخفاء الصوت الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي. الاحتلال يدرك تماما أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت سلاح قوي في يد الفلسطينيين والنشطاء والصحفيين والمواطن الفلسطيني الذي استطاع من خلال هذه التطبيقات والمواقع إيصال الرسالة الفلسطينية وتركيز وجلب ولفت انتباه العالم للقضية الفلسطينية. في إسرائيل لم ينزل التطبيق بشكل رسمي في متاجر التطبيقات، إلا أن رئيس الدولة العبرية غرد بصورة البوكيمون في قاعة الاجتماعات قائلا: استدعوا الحرس، في الأراضي الفلسطينية يغلب الواقع أي افتراض، ويواصل الناس محاولة كسر هذا الحصار أيضا. ريما مصطفى، العربية، الأراضي الفلسطينية.